السلام عليكم بعض طلاب الصف السادس الابتدائي. درسنا لهذا اليوم حل مناقشة درس فتح مكة صفحة 38-39. بابا أخذنا في الدرس السابق فتح مكة، نأتي إلى حل مناقشة الدرس. عندنا النقطة الأولى من المناقشة، أين كان مقر المشركين؟ أين كان مقر المشركين؟ مقر المشركين، بابا جواب يقولنا كان مقر المشركين هو في مكة. كان مقر المشركين وحلفائها كانت في مكة، وكانوا ينظمون الجيوش ويهاجمون المسلمين ويتآمرون على الإسلام. هذا جواب النقطة الأولى من المناقشة. عندنا النقطة الثانية، لماذا انتهى صلح الحديبية قبل نهاية مدته؟ يقول تحالف الرسول صلى الله عليه وآله مع قبيلة خزاعة. جواب باب النقطة الثانية، يقول تحالف الرسول صلى الله عليه وآله مع قبيلة خزاعة، فاعتدت قريش على قبيلة خزاعة بعد سنتين من صلح الحديبية، وبذلك خالفت العهد الذي بينها وبين الرسول صلى الله عليه وآله، فانتفض أو انتهى صلح الحديبية قبل نهاية مدته. هاي جواب النقطة الثانية من المناقشة. النقطة الثالثة، ماذا فعل المسلمون بعد انتهاك المشركين للصلح؟ ماذا فعل المسلمون بعد انتهاك المشركين للصلح؟ بابا جواب هنا، يقول أعد الرسول صلى الله عليه وآله جيشا من أصحابه مكونا من 10,000 مقاتل، وتوجه إلى مكة في السنة 8 للهجرة في شهر رمضان ليحررها من عبادة الأوثان ويقضي على الظلم والشرك والفساد. هاي جواب النقطة الثالثة من المناقشة. عندنا النقطة الرابعة، كم كان عدد المسلمين عند فتح مكة؟ كان عدد المسلمين أو أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله مكون من 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل كان عدد المسلمين. جواب النقطة الخامسة، أين نزل المسلمون وماذا أمرهم النبي صلى الله عليه وآله أن يفعلوا؟ بابا جوابك هنا بالنقطة الثالثة، يكون جواب وتقول نزل جيش المسلمين حول مكة فأمرهم الرسول صلى الله عليه وآله أن يشعلوا النيران ليلا لإدخال الرعب في نفوس المشركين وليستسلموا من غير قتال، فإن الرسول صلى الله عليه وآله لا يريد قتالا في مكة. هاي جواب النقطة الخامسة من المناقشة. النقطة السادسة، في أي سنة هجرية توجه الرسول صلى الله عليه وآله ليحرر مكة من عبادة الأوثان؟ في السنة الثامنة. جوابك بعد تقول في السنة الثامنة للهجرة، في السنة الثامنة للهجرة في شهر رمضان. نعد النقطة السابعة، من الذي أمره النبي صلى الله عليه وآله بحمل الراية وماذا كان يقول؟ بابا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام أن يأخذ الراية، وماذا كان يقول؟ وينادي اليوم يوم المرحمة، اليوم تحمى الحرمة. إذن الذي أمره النبي بحمل الراية هو علي بن أبي طالب عليه السلام، وماذا كان يقول؟ كان يقول اليوم يوم المرحمة، اليوم تحمى الحرمة. النقطة الثامنة المناقشة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله عندما دخل مكة؟ ماذا فعل؟ بابا جواب هنا في النقطة السادسة، يقول عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله مكة وقف بباب الكعبة وخطب في الناس، وقال في خطابه الخالد لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا جواب النقطة الثامنة من المناقشة. بابا كل ما موجود بدرس فتح مكة وحل مناقشة فتح مكة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.